صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اسالك يا مولانا من فضلك العظيم وجهك العليم ان تعلمنا ما ينفعنا وان تنفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا من لدنك علما نصير به كاملين، وشفع فينا سيد المرسلين، اكتبنا في الذاكرين ولا تكتبنا في الغافلين، واتعنا بالنظر الى وجهك الكريم وجنات النعيم الى سابقه عذاب ولا هوان يبغي. اسالك يا رب العالمين ان تنصر المسلمين وان تعلي شان هذا الدين وان ترد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين، قوم اشد شرهم، فرق يا مولانا بقوتك جمعهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، وازمتهم الى نحورهم، وانصرنا فانت خير الناصرين، حمنا مولانا فانك بنا ارحم الراحمين. كما نسالك يا رب العالمين ان تلحقنا بالصالحين اليك على الامام. اللهم اجعلنا منهم في اعلى فراديس البلاد بلا سابقه عذاب ولا هوان. يا رحمن يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امين امين امين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله ومدده نعيش في رياض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته خير سيرة، وحياته أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قد أمرنا ربنا بذلك، قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا كما يقول أهل البلاغة كلام ثمن، ولكنه يعطينا معنى الأمر. إذا جاء الأمر في سورة القرآن على اعتبار أننا نتأسل لرسول الله، فالأسوة حاصلة، لكن علينا أن نجعل أنفسنا كاملة في كل أحوالنا، في أعمالنا وأقوالنا، في حركاتنا وسكناتنا، نجعل أنفسنا في كل حياتنا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة وهو الإمام. لأن الله يقول لمن كان يرجو الله أن يرجو رحمته ويرجو فضله ويرجو توفيقه واليوم الآخر بأن يكرم في اليوم الآخر. فالحمد لله رب العالمين، نقف في درسنا هذا على شيء من سيرته صلوات الله العظيم. وقد وصلنا في هذا الكتاب
المسمى بالنور الخالد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفخر بالإنسانية. وصلنا إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام وعصمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم عن عصمة نبي الله إبراهيم، وقلنا إن سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو الذي أعطاه المولى تبارك وتعالى عطاء موفورا موزعا على الأنبياء من بعده إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين، فجمع الله له كل ما كان في شخصه صلوات الله عليه. إذن هو مجمع لكل الصفات التي تفرقت في الأنبياء السابقين والرسل الذين جاءوا على مساعة الزمان. ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعله مولاه رحمة للعالمين في ختام الحياة، ليكون كرامة في الدنيا وكرامة في الآخرة. ونحن الآن مع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم أعطاه المولى تبارك وتعالى إحياء الموتى، ولذلك جاء في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فذكرنا هذه القصة أن الله أمره بأن يقف مجموعة من الطيور وأن يقطعها وأن يخلطها ببعضها كما يحدث الكهول، لأن الكهول يحدث فيها هذا، العظام تختلط، وذرات كل إنسان بعد الوفاة تذوب في الأرض، إذا اختلط الناس ببعضهم. ولذلك أمره بأن يأخذ هذه الطيور وأن يقوم على ذبحها وتقطيعها وخلطها ببعضها، ثم يجعل كل مجموعة على جبل. إذا صارت الطيور مختلفة وصار على كل جبل مجموعة من الأجزاء، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم بأن الله على كل شيء قدير. فعل هذا سيدنا إبراهيم، فرأى كل جاءته سعيا، يعني أمر الله كل جزء من الأجزاء أن يذهب إلى مكانه، وصارت الطيور طائرة في الهواء بعد أن كانت ممزقة موزعة على الجبال، لأن الله إذا أراد شيئاً إنما يكون الشيء كن فيكون. نعم. أظن وقفنا عند ثانياً، إنه كما قال سيد قطب رحمه الله. نعم. سيد قطب له في التفسير يعني كتاب في شرح كلام المولى تبارك وتعالى، ولكن بصورة أدبية، يعني ليس فيه العمق في العلوم كلها كما فعل السلف، إنما يعطينا المعنى بصورة أدبية جائرة، وسنرى الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدور، آمين. آمين آمين. ثانيا، إنه كما قال سيد قطب رحمه الله:
إنه التشوق إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية. يعني سيدنا الكريم يتشوف، يعني يريد أن يرى سر هذه الصنعة التي جاءت من الله عز وجل. نعم. وحين يجيء هذا التشوق من إبراهيم أتى الله الحليم المؤمن الراضي الخاشع العابد القريب الخليل. حين يجيء هذا التشوق من إبراهيم عليه السلام فإنه يكشف عما يختلج أحيانا من الشوق والتضلع لرؤية أسرار صنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين. نعم. إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره، وليس طلبا للبرهان أو تقوية الإيمان، إنما هو أمر آخر له مذاق آخر. إنه الشوق الروحي إلى ملابسة السر الإلهي في أثناء وقوعه العلمي وقوعه العملي. يعني هو علم ولكنه أراد أن يرى العلم عملا، لأن الإنسان إذا رأى الشيء عملا يكون له أثره على عقل الإنسان وقلبه، هذا الأثر الذي لا يكون مع العلم فقط، والعلم لا يثبت إلا بالعمل. ولذلك يعني من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم، وجعل له ولاية على ما يعلم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم، يعني يعطيه علما من لدنه، علما جديدا، وجعل له ولاية على ما يعلم، يعني ما يعلمه ويقوله السامعين يكون له أثره في قلوبهم. لماذا؟ لأنه عمل بما علم. فالعمل بالعلم يجعل العلم أثرا وخطرا، بل يزداد العلم بالعمل. ولذلك ورد في الحديث هذا المعنى، وجاء به من قال يهتف العلم بالعمل. معنى يهتف به أن ينادي عليه. فالعالم حينما يعلم كأن العلم ينادي في داخله، عليك أيها العالم أن تعمل بما علمت، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني فإن أجابه ثبت أي العلم، وإذا لم يجبه ارتحل العلم. ولذلك لو رأيت إنسانا يعمل فقط ولا يعمل تراه بعد فترة لا علم عنده، لأنه علم ليأخذ الشهادة، علم لينال شيئا، وصل إلى نواله ذهب عنه منه، لأنه لم يعمل مطلع علم. فنسأل الله أن نكون عاملين بما علمنا يا رب العالمين. نعم. ومذاق هذه التجربة في الخيال البشري مذاق آخر غير مذاق الإيمان من الغيب. ولو كان هذا هو إيمان إبراهيم الخليل الذي يقول لربه ويقول له ربه، وليس وراء هذا إيمان ولا برهان للإيمان. يعني الذي يتكلم الآن هو خليل الله إبراهيم في أعلى درجات الإيمان، والذي يكلمه مولاه. إذا هو يعطينا درسا عمليا لنسير عليه. نعم. ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل ليحصل على مذاق هذه الملابسة، فيستربط بها ويتلفظ في جوها ويعيش معها، وهي أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان. يعني سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا وعلى كل الأنبياء لما ناداه ربه
العصا بيده، والله عليم بذات الصدور، يعلم الخفايا ويعلم ما ظهر. السؤال هنا ليس سؤالا لعلم جديد، لما سؤال له ملحظ آخر، فهذا ما نسميه بالمعنى المجازي أو البلاغي في الاستفهام. ولكنك بيمينك يا موسى، السؤال للتنبيه، انظر يا موسى إلى ما في يدك. ولذلك سيدنا موسى فرح، ولم يأتي بالجواب فقط، إنما زاد الجواب. ولذلك قال: هي عصايا، كان يكفي عصا، ما تلك بيمينك يا موسى يقول ايه؟ عصا، إلا أنه أراد أن يطيل الجواب، لأنه الآن يكلم مولاه، إذا هو يأنس بالكلام مع الله، ولذلك يطيل. قال: توكلوا عليه وأهش بها على غنمي، يعني أضرب بها الشجر لتنزل الأوراق الغنم لتأكل تعيش، ولي فيها مآرب أخرى، يعني هناك أمور وفوائد في هذه العصر، كأنه يريد أن يسمع من رب ولا هذه المآرب، فيتكلم سيدنا موسى. إلا أن الله بعد أن آنسه بالكلام ورآه في أنس مع ربه، جاءه بالكلام الجديد الذي أراد الله عز وجل له أن يتعلمه. قال: ألقها يا موسى، يعني ألقها على الأرض. حينما سمع هذا الأمر ظن أنه سيلقي العصا وهي كما هي، لكن هناك سر لا يعلمه سيدنا موسى. ولذلك حينما قال: ألقها يا موسى، سيدنا ألقاها. ولذلك تلاحظ أن الكلام جاء بفاء، فألقاها، لم يقل ثم ألقاها يعني بعد فترة، لا، قال فألقاها، يعني أراد أن يأخذ كلام ربه بالعمل مباشرة، فألقاها. ففوجئ بأنها صارت على شكل جديد، فإذا هنا فجائي، يعني فاجأه شيء لم يكن في ذهنه ولم يكن متوقعا، فإذا هي حية تسعى. أعوذ بالله، حينما يرى أن العصا التي كانت في يده حينما ألقاها انقلبت إلى حية، إذن هذه مفاجأة. ماذا أخبر يا رب؟ سيدري؟ قال: خذها. إذن هذا أمر آخر فيه شدة. خذها، أي العصا التي انقلبت حية، ثم أراد أن يطمئنك ولا تخف. إذن سيدنا موسى كان خائفا، لأن الحية حينما يمسكه بها ربما انقلبت عليه فمات منها. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. معنى هذا أن الله يطمئنه أنه لا يخاف من أحد بعد الله، لأن الله عز وجل قدير على ما يشاء، وهذا هو الدليل. قلب له العصا حية، ثم لما أمسك بها تحولت من حية إلى عصا. ولذلك اطمأن سيدنا موسى، لأن فرعون لن يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل. ولذلك نفس العصا كانت في يدي عند البحر، سيدنا موسى معه المؤمنون، البحر أمامه وفرعون وملؤه من ورائه. لو رجعنا إلى الخلف لقتلوه، ولو سرنا في الأمام
لسقطنا في البحر. إذا البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، إذا من الذي ينجينا؟ لا أحد سواه. ولذلك الذين من حول سيدنا موسى تملكهم الخوف، قالوا إنا لمدركون، يعني ضعنا سنغول إما من عدونا وإما من البحر الذي أمامنا. ماذا يفعل سيدنا موسى بقوة إيمانه وما كان له من تجربة مع ربه؟ قال ردا عليهم: كلا. ما معنى كلا؟ يعني لن يكون هذا الذي تقولون، وفيها معنى الردع والذكر، ولذلك يوقف عليها لأنها جملة تامة، جملة في المعنى. كلا، ما الدليل على أن كلامك صحيح؟ قال: إن معي ربي. إن معي من؟ سيهدين. كما رأيت العصا من قبل سأرى اليوم. فأوحينا إلى موسى بماذا؟ أن اضرب بعصاك. إذا هذه العصا يعني ما شاء الله في أسرار. أن اضرب بعصاك البحر، يعني هذه العصا التي انقلبت حية هي الآن هي التي ستعمل تضرب الماء؟ إن الله يأمر. وإذا قال الله فلا رد لقوله، إذا حكم فلا معقب لحكمه. اضرب بعصاك البحر، فانفلق. نلاحظ أن القرآن طوى عدة أمور. اضرب بعصاك البحر، فسمع سيدنا موسى الأمر وأطاع الأمر ورفع العصا وضرب البحر فانفلق. إذا هذه الفاء عاطفة على محذوف، عاطفة على إيه؟ على محذوف يؤتى به من المعنى، لأن الأمر كان اضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق، لهذا أقل تقدير، فضرب فإيه؟ فانفلق. هل الماء ينفلق؟ الماء من طبيعته التي أعطاها المولى عز وجل له أنه متميع، كلما ضربته من ميوعته عابر مكان. يعني اضرب الماء في البحر، في الترعة، في القناة، ترى الماء تنزل فيه العصا ثم يعود إلى مكان. لكن فانفلق معناه أن الماء صار كالشيء الجامد وانفلق، لأن الانفلاق لا يكون إلا الجامد. فكان كل فرق كالطود، طود عن الجبل العظيم، يعني صار الماء جبلا من هنا وجبلا من هنا، وبينهما طريق وطريق يابس. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولذلك قال أهل العلم لو سئلت عن وجود الشمس بشعاعها في قاع البحر، فقل لهم الشمس رأت قاع البحر مرة واحدة حينما قال الله لنبيه موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وصار بين الطودين بين الجبلين طريقا يبسا. وقال المولى لنبيه موسى لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني لن يدركك فرعون،
ولا تخشى من الماء أن يكون على سمت واحد فيغرق الكل، لا، سيظل على حاله كالطود العظيم حتى تخرج من نهاية البحر للدحين. ولذلك لما دخل سيدنا موسى في البحر والبحر فيه طريق يابس، فرعون حصل له ذهول، كل ما قاله والذين من حوله من الملأ قالوا إن موسى ساحر كبير، سحر البحر، حتى إنه فلق، حتى جعل فيه طريقا يابسا، ثم لم يستطيعوا أن يدخلوا على سيدنا موسى. لماذا؟ لأنهم يخافون أن ينطبق البحر على الجميع. قال لا، حتى نرى أنه نفد من النهاية. فلما نفد من النهاية قالوا يعني إذا سيظل البحر هكذا، إذا نحن نسير من وراء موسى. سيدنا موسى أراد أن يضرب البحر بعصاه مرة ثانية حتى يعود بائعا، يعني يعود إلى ما كان عليه. فقال له الله تبارك وتعالى: لا يا موسى، واترك البحر رهوا. رهوا يعني ايه؟ مفتوح. دعه يا موسى لأنه سيكون له عمل آخر، عمله الآن في أنك تخرج وتصل إلى النهاية، له عمل آخر بأمر مولاه عز وجل. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرمون. ولذلك دخلوا جميعا وصاروا في عرض البحر. فلما صاروا في عرض البحر أمر الله البحر أن يعود بائعا كما كان، فانطبق البحر. فالبحر بمائه نجى الله به موسى، وبمائه أغرق فرعون. إذن النعمة واحدة، ولكنها صارت رحمة في ناحية وصارت عذابا في ناحية أخرى. ولذلك الله عز وجل يرحم ويعذب بشيء واحد، يرحم ويعذب بشيء واحد. ولذلك سيدنا إبراهيم كان يعني في البداية على هذا الجسر، وسترى إن شاء الله كلام جيد. فضل. ثم إن إبراهيم عليه السلام كان يريد أن يشجع عباده مستواه هو، فالرجل المؤمن قد يتصور أنه لا من أفق آخر ولا من أفق محدود، وليس هناك طريق تتجاوز طريقه. ألم يزعم محي الدين ابن عربي في صفحاته أن قاتل الأنبياء يتلقى دروسا من قاتل الأنبياء؟ لماذا؟ ذلك لأن رأسه لمس القبة المضروبة على فرجه ومقياسه، وعندما دخل من الباب المخدور له دخوله ضاقت به قطر الباب، ضاقت به قطر الباب. بينما كان هذا الباب صغيرا جدا بالنسبة للقصر الكبير، مثل باب غرفة صغيرة فيه، بينما كان الباب الذي دخل منه إبراهيم القليل باب سور كبير، سور كبير، وباب مدينة كبيرة قبته السماء، قبته السماء يستطيع أن يتطلع فيها إلى الشمس والقمر والنجوم. فرفق المعرفة الذي وهبه الله تعالى لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام. وإذا كان إبريق من الماء يروينا فإن البحار ما كانت لتكفي
عليه السلام إلى المعرفة. لذلك كان صاحب هذا القلب الكبير كلما رأى دليلا وآية من آيات ربه ذرف الدموع ربا ووجدا ووجدا. قاعدة أن الله عز وجل خلق البشر بأبيهم آدم عليه السلام وجعل لهم رسلا مبشرين ومنذرين. إذن هم أعلى درجة في البشر كلهم. إذن أعلى من في البشر الأنبياء والمرسلون، المرسلون أولا ثم الأنبياء، ثم جعل على رأس الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين يعبدون الله حق عبادته من غير الأنبياء والمرسلين مهما وصلت درجة ولايتهم فإنهم لن يبلغوا نبيا من الأنبياء. فأي ولي من الأولياء يأخذ علمه من نبيه، إذا فهو تلميذ النبي. وبهذا يكون الولي تابعا للنبي، والنبي إن كان رسولا فهو أعلى درجة من النبي الذي ليس رسولا. ثم إن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا وما يزالون حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء كل النبيين والرسل الكرام أتوا نيابة عنه في تبليغ دعواه، فهو الرسول إلى كل الخلائق في كل الزمان ودابت عنه أفواه. يعني المرسلون نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرسلون كلهم نواب عن سيد العالمين. وأما هو صلى الله عليه وسلم فجاء في النهاية ليكون خاتما للنبيين والمرسلين بجانب يوم الدين، وفي يوم القيامة هو الشفيع ولا منازع له صلوات الله عليه. هذه حقائق. ولذلك يعني سيعطينا مثالا من أحد الأولياء. نعم. سأل شمس الدين التبريزي جلال الدين الرومي. هذا الشيخ جلال الدين الرومي هذا في تركيا. وله هناك ضريح ويزار، وله يعني أثر في قلوب الناس إلى يومنا هذا. فشمس الدين التبريزي كان في أيامه من كبار العلماء الصالحين. سأل الشيخ جلال الدين الرومي. أيهما أعظم؟ هل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول ما عرفناك حق معرفتك يا معروف؟ هذا من كلام رسول الله سبحانه، ما عرفناك حق معرفتك يا معروف. هذا كلام الله عز وجل سبحانك، ما عرفناك حق معرفتك يا معروف. قال الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبو يزيد البسطامي؟ أم أبو يزيد البسطامي الذي يقول سبحاني ما أعظم شأني؟ فأجابه جلال الدين الرومي جوابا مذهلا إذ قال: نستطيع أن نعرف من هذين القولين كيف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من البسطامي بما لا يقاس. ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان كالبحر المحيط لا يمكن منه، بينما كان البسطامي مثل إبريق ماء امتلأ بسرعة ثم فاض. يعني سيدنا أبو يزيد البسطامي يعني حينما قال سبحانه ما أعظم شأني يبدو أنه كان في حال لا يتكلم فيها بلسانه عن نفسه، لما يتكلم
اللسان مولاه حالي أعبد. هذه كلمة يقولها الله عز وجل. إذا قالها أبو يزيد البسطامي على رأي أهل اللغة دائما عن الله رب العالمين، يقول كأن الله يقول سبحان من أعظم. ولذلك سيدنا جلال الدين الرومي يعني أراد أن يكلمه بالبحر، قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبحر. سيدنا أبو يزيد البسطامي كالإبريق، فالماء الذي في الإبريق ماذا له في جانب البحر الواسع؟ البحر الواسع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإبريق هو الولي الذي فار الماء الذي فيه. إذا كل واحد على قدره، لذلك يعني تقول الآن إن كل الأنبياء تحت المرسلين، وبعد ذلك بقية البشر، الولي مهما ارتفع لن يصل إلى كونه نبيا من الأنبياء. ولو صدر منه شيء لا بد ان يجعله على قدره. يعني سيدنا ابو يزيد البسطامي حينما يقول سبحان من اعظم شيء، نقول هذا ليس كلاما عن نفسه، انما هذا كلام على تقدير محذوف. تقول كان الله يقول، وياتي الكلام على لسان سيدنا ابي يزيد، لكنه تعبير عن وصف يقول لله رب العالمين. سيدنا أبو يزيد كان من أهل الله، وكان طريقه نقشبنديا، ويعني في سيرته أنه رضي الله عنه وأرضاه كان متعشقا لمولاه، حتى أنه طلب من نفسه أن يعبد الله ليلا من المغرب حتى الفجر. فبعد يعني فترة نابت عينه ولم يستطع أن يستولي على نفسه، يعني لم يستطع أن يحكم نفسه في هذه الليلة، فحكم على نفسه بأن يعيش سنة لا يشرب الماء. فكان إذا أراد أن يشرب الماء أكل شيئا أخضر، ويقول الماء الذي بالخضر يكفيني. وهذا إذا كان يعني فعله سيدنا أبو يزيد، فإنه أراد أن يؤدب نفسه مع الله عز وجل. ومع هذا قال فيه الشيخ إنه بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإبريق الذي امتلأ بالماء بجانب البحر الذي فيه الماء، فالبحر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. كان إبراهيم عليه السلام إنسانا لا يعرف حدا للشبع من المعرفة الإلهية، كان دائما طلبي هذا المزيد، أعطيني يا ربي من معرفتك المزيد. لذا ففي حديث يرويه البخاري ومسلم يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي بما أننا لا نشك في إحياء الموتى. لذا فمن الأولى عدم وجود الشك عند إبراهيم عليه السلام. يعني سيدنا إبراهيم ما شك، نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن الذين على إيمان أضعف. والإنسان إذا كان فيه الإيمان على قدره من الضعف فإنه يشك. أما سيدنا إبراهيم فإنه ما شك، وإنما كان يستزيد من المعرفة ويطلب علما فوق علم. أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن أي ليزداد اطمئنانا على الله وإيمانا على إيمان. نعم سيدنا. التعلمات الثلاثة لإبراهيم عليه السلام. نعم. عند البحث عن أسرة النبي إبراهيم عليه السلام يجدر بنا الإشارة إلى ثلاثة أكاذيب، أو بالأصح إلى ثلاثة تعريضات له.
ذلك لأننا نستعرض هنا عصمة الأنبياء بشكل عام، بينما يعد الكذب ذنبا كبيرا، لذلك فتفوه الأنبياء بأي كذب يخل بعصمتهم ويخل بالثقة بهم، فالكذب لا يصدر عن قلب مؤمن. فكيف يصدر من قلب نبي؟ وكيف يصدر من قلب رسول؟ وكيف يصدر من قلب الأنبياء؟ هذا لا يكون. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث له: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثا. ولم تأتي كلمة يكذب هنا بمعنى الكذب المعروف، بل بمعنى التعريض. التعريض نوع من الكناية، تعرض بمعنى أنك تجعل المعنى مفهوما من عرض الكلام. يعني حينما يقول لأحد الطلاب ومعه زميله، أقول له يعني أنت وزميله تذاكران، لكن يعني أنت فلان فيك صلاح، فسكت. إذا هذا معرض للثاني، لأن الثاني ليس فيه هذا الصلاح الذي في الأول. إذا التعريض معناه أن يذكر الكلام ويفهم منه معنى آخر من خلال اللقاء. كما قلت لقاء اثنان من الطلاب، والله أنتم والحمد لله فيكم علم، ولكني أحب فلان. إذا أنا أعرض بالثاني لأني لا أحبه. هذا معنى التعريض، وهو نوع من الكناية. هذه الكناية فيها نوع يسمى التعريض، ونوع آخر يسمى الإشارة، يسمى توابع الكناية. إذا من توابع الكناية التعريض والإشارة إلى آخره. فحينما نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكذب إبراهيم إلا ثلاثة، معناه لم يعرض، لأن الكذب لا يجوز على الأنبياء. فحينما يقول لم يكذب أي لم يعرض لكلام يكون فيه معنى يفهم من مقام الكلام إلا في ثلاث أمور. نعم. وقد يبدو قولنا هذا تكلفا من الناحية اللغوية، غير أنه صحيح من ناحية المعنى الذي سنوضحه بعد قليل. ذلك لأنه يجب الانتباه جيدا إلى التعبير، إذ لا يمكن إسلام الكذب الحقيقي لإبراهيم عليه السلام، فلا يأتي الكذب هنا بالمعنى الوارد في قواميس اللغة. نطلق كلمة التعريض بأمثال هذه الكلمات: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمزح أحياناً ولا يقول إلا حقاً. يمزح يعني يأتي بكلام فيه مزاح، يعني فيه ما يضحك الآخرين، ولكن لا يقول إلا حقاً. طبعاً المزاح يفعله الناس الآن في أكثر من كلام الكذب، يعني من قصص التي لا واقع لها، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقاً. نعم. فمثلاً كان يمازح أنس رضي الله تعالى عنه فيقول له: يا ذا الأذنين. طبعا كان لأنس رضي الله تعالى عنه أذنان. وخاطب امرأة فقال لها: أأنت زوجة الرجل الذي في عينه بياض؟ أنت زوجة فلان الذي في عينه بياض؟ طبعا غضبت. نعم. فقالت: يا رسول الله، ليس في عين زوجي بياض. قال لها صلى الله عليه وسلم: في كل عين بياض، ولا بد ان يكون هناك بياض مع السواد.
نعم. فقال له رسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل عام تيار. وأتته مرة امرأة فقالت يا رسول الله ادعني أن يدخلني الله الجنة. ادعني أن يدخلني الله الجنة. قال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فظلت العجوز تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، فإن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. هذه المرأة كانت عجوزا فقال يا رسول الله ادعو الله أن تدخل الجنة، قال إن الجنة لا يدخلها عجوز، هذا انها يعني ستدخل النار، فاخذت تبكي. فقال صلى الله عليه وسلم يعني بلغوها بان الله سيعيدها صبيه كريمه، لان الله يقول ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عروا اترابا لاصحابهن، يعني ليست على ما كانت عليه في الدنيا من ضعف وما كان فيها من عجز. وأذكر أن مولانا وشيخنا العزامي رضي الله عنه الله كان في بلدتنا، وأنا ما سمعت ولكن الوالد حكي قال كان يقول يا أولاد كل واحد سيدخل الجنة ومعه زوجته. فهناك واحد في الجالسين كانت زوجته جعلت الحياة عليه مرة ولا يستطيع أن يطلقها لأنه فلاح فقير، فهو يتحملها حتى تنتهي الحياة. فالرجل حينما سمع من الشيخ هذا الكلام قال يا سيد الشيخ يعني أشقى بها في الدنيا وفي الآخرة؟ يا في الدنيا يا سيد الشيخ عزامي طعن في الطبعه. قال من أنت؟ قال أنا فلان. قال يا فلان إن الله سيغيره في الآخرة، لأن الله يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عروة أترابا، معنى عروة يعني تتود لزوجها بعد أن كانت طويلة النساء ستصبح مؤدبة، بعد أن كانت لا تتكلم يعني إلا بكلام مخلوق ستتكلم بالخير على التوالي. ففرح الرجل وقال يعني يا سيدنا الشيخ ستتغير؟ قال له ان شاء الله لان الله هو الذي قال. قال اذا نتحمل حتى تنتهي الحياه. ورضي الله عن الصالحين. نعم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يختار كلماته جيده حتى وهو يمزح. نعم. أجل إن المقام الذي كان يشغله الأنبياء لم يكن يبيح لهم الكذب حتى في المزاح، ذلك لأنهم في موقع القدوة والقسوة في الإنسانية جمعاء، فإن كذبوا في المزاح كذب الناس في الجد. لذا فلا يمكن أن يكون أي نبي مثالا سيئا في أي شيء. كان النبي إبراهيم عليه السلام منذ ولادته حنيفا وعبودا للأصنام، وقف أمامها وعمل ضدها وكافح العقوف على الأصنام حتى قبل بعثته، حتى جاء يوم قرر فيه أن يهدم الأصنام جميعها. كان من عادات قومه النظر إلى النجوم لمعرفة ما سيقر من حوادث، لأنهم كانوا يعتقدون آنذاك أن الآلهة موجودة في السماء بين النجوم، وكانوا يعتقدون أن النجوم تتحكم في مصائر الناس. وكان إبراهيم عليه السلام ينظر أيضا إلى النجوم، ولكن من أجل محاولة اقناع قومه والوصول إلى تحقيق غايته، ولم يكن يفكر طبعا تفكير قومه في هذا الصدد.
نعم. نظر إبراهيم عليه السلام نظرة إلى النجوم فقال إني سقيم. هذه هي أيوة كذبته الأولى. أو تعريضه الأول. أو بالأصح تعريضه الأول. وسنشرح فيما بعد لما قال هذا. وتعريضه الثاني قاله عندما كسر جميع الأصنام ثم علق مطرقته. ثم علق مطرقته على عنق كبير الأصنام. قائلا لمن سأله من فعل هذا بأصنامهم إنه كبيرهم هذا فاسألوه. من الذي كسر الأصنام؟ قال كبيرهم ضرب عليه فكسره. نعم فاسألوه إن كانوا ينطقون. أما الثالث فلا يذكره القرآن ولا يتعلق بزوجته. ويتعلق بزوجته إن أوصاها بأن تذكر لمن يسأل عنها أنها أخته. هذه هي تعريضات ثلاثة إبراهيم عليه السلام، وستناولها جميعا لنرى الوجه الحقيقي لعصمته بعد معرفة ماهية الحوادث. نعم. قوله إني سقيم. يشرح القرآن الحادثة الأولى فيقول وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. نعم. كان إبراهيم عليه السلام يقصد من إني سقيم الإشارة إلى السبب الرئيسي لعدم شعوره بالراحة. كانت الأصنام مصدر حزنه وسقمه. شعر بأنه لا لم يهدم هذه الأصنام ويكسرها فلن يجد طعما للراحة. وعندما قال لمن حوله إني سقيم ظنوه مريضا من الناحية الجسدية فتولوا عنه. هذا سقم معنوي وليس سقما حسيا. إني سقيم أي إني حزين على ما تفعله. وأنا مريض للأمراض المعنوية التي في قلبي والتي في مشاعري. إذن هم فهموها على أنها من باب المرض الجسدي وهي في الحقيقة من باب المرض المعنوي. وإلى اليوم هناك أمراض بدنية وهناك أمراض نفسية. فالأمراض النفسية أمراض معنوية. والإسلام جاء ليكون تصحيحا لجسد الإنسان من الناحية البدنية ولما في الجسد من الأمراض المعنوية. بل إن الإسلام جاء ليصحح الإنسان من الناحية المعنوية أكثر. ولهذا كل من كان موصولا بربه صح المعنويات. وإذا صح المعنويات صح الجسد. ولذلك حينما يقول إني سقيم أي إني سقيم سقما في قلبي من حزني على ما تفعله. إذا هنا سقم ليس جسديا، إنما سقم إيه؟ معنوي. إذ كانوا يصرون على اصطحابه معهم لمشاركته في احتفاله الديني، ما إن خرجوا من عنده حتى أسرع ليحطم الأصنام مبينا بذلك السبب الحقيقي لسقمه، غير أنه استعمل في كلامه معهم تعريضا يفهمون منه شيئا غير مقصوده الحقيقي، ولكنه لم ينحرف في كلامه هذا إلى الكذب أبدا. كل ما هنالك أن قومه لم يفهموا قصده الحقيقي، وليس هذا بضريب على قومه الذين صلوا أذانهم عن الاستماع إلى الحق. كان هذا هو الخطأ. كان ما استعمله إبراهيم
الشخص مستقيما إلى درجة أن هذا التعريض الذي استعمله أعلمه إلى درجة أنه سيقول يوم القيامة لمن يأتيه يسأله الشفاعة. أيته إلى موسى لأنه تذكر هذه الكذبات اللي هي التعريض. لأنه تذكر كذباته يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك ويقول فذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى اذهبوا إلى موسى. تأملوا كيف أن إبراهيم عليه السلام استخدم تعريض مثل إني سقيم مرة في حياته وقارع بينه وبين أقوال من يرون في خدمة الإسلام ولا أذكر غيرهم. إن كان ذلك اضطرارا أم ذلك يتبين لكم مدى براءة أقوال النبي إبراهيم عليه السلام لقد سألنا اليوم التذبذب بين الصدق والكذب. لذا يجب الحذر. يجب الحذر تماما. لذا يجب الحذر تماما حتى من تجويز استعمال التعريض اليوم ذلك لزيادة الكذب وفشوه في أيامنا الحالية. ولما كانت هذه هي الحال فيجب الحذر حتى في المواضيع الثلاثة التي أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب فيها. قال أنه ورد كما جاء في مسلم الإمام أحمد لا يصلح الكذب إلا في إحدى ثلاث: الرجل يكذب على امرأته ليصلح خلقها، ورجل يكذب ليصلح بين امرأين مسلمين، ورجل كذب في خديعة حرب فإن الحرب خدعة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح أبوابا للحياة بين الرجل وزوجته، يعني كما كان يشرح الشيخين الشيخ الشعراء قال يعني واحد امرأة تحتاج إلى شيء مثلا في العيد وهو ليس معه مزح ماذا يقول؟ يقول إن شاء الله ستأتي خيرات من هنا من عند فلان من عند فلان وسأتيه بكل ما تريدين، وهو لم يكن على ثقة بأنه سيأتي شيء. قال فهذا يجوز من باب تهدئة الخاطر، ثم إذا لم يأتي يقول لها إن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل التوفيق والسلام. هذا موقف بين الرجل والمرأة، كذلك أيضا في إصلاح ما بين المسلمين هذا يشتد وهذا يشتد، فلو أنه دخل بينهما ووارى بعض الكلام وأشاع بينهم أن فلانا نحبه وأن فلان يعني يقول فيه كلاما طيبا ولم يرد شيئا وأراد من ذلك أن يؤلف بين قلبين من المسلمين هذا لا شيء فيه. كذلك أيضا في الحرب لا يلجأ أحد الناس إلى الأعداء ويقول المصانع التي فيها السلاح في مكان فلان، لأنه لو قال ذلك صدقا فإن ذلك يضر بالمسلمين، ولذلك لا يقول لهم وهو يعلم المكان الذي فيه ما يضر صالح المسلمين. صاحب الكتاب يقول حتى في المواضع الثلاثة يجب أن يكون الإنسان على بينة من أمره ويحتاط. ذلك لأنه كان هناك قوة واسعة بين الصدق والكذب في العهد النبوي، كان الصحابة يمثلون الصدق وكان مسيلمة وأتباعه يمثلون الكذب، كانت هذه هي المسافة الموجودة سابقا، أما الآن فالوضع مختلف. ومسيلمة الكذاب من يعني خيبته بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كذب، قال له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أنا لا أرسل مسيلمة، ثم
نصفها لي ونصفها لك والسلام. طبعا هذا كلام يعني من باب الكذب الصريح. فقال صلى الله عليه وسلم لمن قرأ على الكتاب: اكتب له من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء. يعني ليست الأرض لي ولا لك حتى نقسمها. فلما وصل الكلام إلى مسيلمة انفض عنه كثير من الناس، فأراد أن يجمعهم. قال له: لا، إن محمدا يريد أن يقول إن الله أرسله في الغيب وأرسلني في الشر. يعني هو يريد أن يكون رسولا على أي اتجاه، سواء كان في الغيب أو كان في الشر. فمسيلمة كان كذبه صريحا. نعم. أجل، إن الذين يمثلون الحق يجب أن لا يعطوا للكذب أي مجال، سواء في حياتهم الفردية أم في حياتهم الاجتماعية. فهذا هو الشرط الأول للوصول إلى موضع الثقة والأمن. يجب أن نبتعد نحن عن الكذب ويبتعد عنا الكذب. فإذا كنا نبدي كل هذه الحساسية في هذا الموضوع، فخطمنا الحساسية التي يبديها الأنبياء عليهم السلام في هذا الخصوص، وهم الذين تعلمنا الصدق منهم، خاصة إن كان هذا النبي هو النبي إبراهيم عليه السلام، جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أو كما يقولون، يعني الكلام من صاحبه ربما لم يفهمه كثير من الناس، وكم عالم قولا صحيحا وآفته من الكلام السقيم. نسأل الله أن يكفلنا العلم وأن يجمعنا على طاعته في كل الأمور. اللهم علمنا من لدنك علما نصيب به كاملين، وانعمنا على العلم الصحيح يا رب العالمين. وزد أيدينا إليك في نور العلم على صراط سيد المرسلين. لك يا مولانا نعم الدار ولك نعم القصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.